هنالك رقابه، رقابه الله ورقابه الملائكه ورقابه الكون، يومئذ تحدث اخبارها هذه الارض، تتكلم يوم القيامه. هذه الارض التي انتم قاعدون عليها سوف تاتي يوم القيامه وتشهد لكم بانكم كنتم في هذا المكان في اليوم الفلاني. واحد اللي حقيقة يعتقد بالله ويعتقد باليوم الآخر، شلون يتكلم بدون ضوابط؟ شلون يتكلم بدون حجة؟ إحنا نحتاج إلى حجة. إذا الإمام قال الإمام حجة، أنا أتمكن أقول أنا لي حجة في يوم القيامة أن الإمام قال هذا الكلام. إذا مرجع التقليد قال كلاماً، أنا عندي حجة يوم القيامة، لماذا قلت هذا الكلام؟ تبعاً لمرجع التقليد، عندي حجة في يوم القيامة. لكن في كل مكان، في كثير من الديوانيات، أي مسألة فقهية تطرح، أي قضية من قضايا الأمة تطرح، وإذا يأتي هنالك فرد أو أفراد ويبدي رأيه في القضية، كيف تحتج أمام الله يوم القيامة؟ إني ظان، منتهى القضية، قاطع خوب ماكو. يجازف من يدعي القاطع، أنت الذي لا تعرف حقيقة الروح، كيف تحكم بحكم يتعلق بهذا الروح؟ إن تجيبوا الآن، إحنا عالم البدن اللي واضح عندنا، أكو مريض في غرفة العمليات يعاني من جلطة قلبية، الصدر مفتوح، يجيبوك تعال سوي عملية لهذا المريض، تعطي لنفسك الحق في ذلك؟ أنت اللي ما قاري هذا العلم كيف تقوم بذلك؟ أقل عمل، أقل غلطة يمكن أن تؤدي إلى وفاة هذا المريض. هذا طبيب يدرس 20 عام أكثر أقل، فينتهي إلى نتيجة، يقوم بعملية وتكون موفقة بإذن الله إن أذن الله في ذلك. لكن أنا اللي مو طبيب، إشلون أسمح لنفسي أن أقوم بهذه العملية؟ ما أتمكن. أنا اللي مو فقيه، أنا الذي لم أقض في الحوزات العلمية 20 عام، أنا الذي لم يمنحني الله ملكة الاجتهاد، إشلون أبدي آرائي في كل قضية؟ قضية الحاج، قضية النكاح، قضية الطلاق، قضية الأحوال العامة، قضية الحرب، قضية عدم الحرب. هذه الكلمات يسأل عنها المكلف يوم القيامة.